خرباش عبد الحق وزن 57 كيلو غرام وصارعة حرة متأهل الألعاب أولمبية. التحضيرات كانت شوية ناقصة مع جائحة كورونا هدية، وكتعرف قاع مشي غير علينا كورونا، على الجامعة قاع العالم قاع يتيك. إن شاء الله نفرحوا شعب جزائري، نولوا ميداي ونفرحوا قاع، نفرح والدي، نفرح خاوتي، نفرح ولاد حومتي إن شاء الله، وشعب جزائري بصفة عامة.